الذي لبى دعوتنا. كما نتقدم بالشكر إلى تطلعات المرتفقين. نلتقي اليوم ضمن الملتقى الوطني لتجديد نلتقي من جديد من أجل الإشراف على انطلاق هذا الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية الذي شرفه السيد رئيس الجمهورية برعايته السامية، بهدف تنفيذ قراره الرامي إلى الشروع الفعل في إعادة النظر في المنظومة الصحية بإدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساساً على مراجعة الخريطة الصحية وتصويبها باعتماد معايير عصرية جديدة تأخذ في الحسبان حاجيات الفعلية لكل منطقة بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية مرتبطة بتطور الأمراض والأوبئة. لقاؤنا هو مثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة. يأتي هذا تنفيذاً لأحد أبرز أهداف برنامج السيد رئيس الجمهورية لتعزيز رأس المال البشري عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية.